يا ليا، يعتمد يعني بما انه اليوم عم نحكي عن يوم الصحه العالمي، يعتمد القطاع الصحي بعمله على وضع خطط وبرامج قصيره وطويله الامد لمواجهه وباء حالي او خطر محتمل مثل برامج اللقاح او التصدي لامراض معينه. وواجهه العالم اليوم ما في هي البرامج والخطط الموضوعه، هذا الشيء من قبل طبعا وزاره الصحه لمواجهه كورونا خاصه، وانه في كل يوم هناك اكتشاف جديد يغير مفاهيم كانت موجوده قبل ايام. لنتعرف اكثر عن اهميه البرامج الصحيه في تدارك خطر قد يودي او يؤدي بشريحه كامله من المجتمع، معنا الدكتور سهير جمعه رئيس دائره برامج الصحه العامه في ريف دمشق. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، بتشكركم وبتشكر الاعلام عنا بسوريا لانه عم يضوي كثير على البرامج الصحيه وعم يساهم برفع الوعي الصحي عند المجتمع. نعم، اهلا وسهلا فيك دكتور سهير. بالبدايه خلينا نحكي شو هي ابرز البرامج الصحيه يلي بضل يلي بتطرحوها بشكل دائم وفي ابديت لكل شيء جديد عالميا ايضا. هلا بالبدايه قبل ما نحكي عن برامج الصحه العامه بدي احب اتشكر كل الكوادر الصحيه اللي عنا اللي عم تقدم خدماتها وبتحاول وبتخفف الالم عن المرضى. طبعا هو اليوم مثل ما ذكرته هو اليوم العالمي اليوم الصحه العالمي. طبعا هذا اليوم هو كل سنه بيتم الحديث عن موضوع معين، السنه هو كان لدعم التمريض والقباله، وطبعا هن لهم دور كبير بتقديم برامجنا الصحيه. فعندنا بالبرامج الصحه العامه في اهم البرامج اللي بتقدمها هن ممرضات وقابلات. فالتمريض عندنا ركن اساسي وهن من الاساس بتقديم خدمه اللقاح. مثلا هو من البرامج الكثير هامه عندنا بوزاره الصحه، وطبعا بشهادة منظمة الصحة العالمية انه هذا البرنامج قدر خلال فترة وجيزة انه يتم استئصال شلل الاطفال من سوريا. الحمد لله. يعني اليوم نحن مثل ما ذكرتي حضرتك بالقطاع الصحي في الاطباء في الممرضين والممرضات كثير اشخاص بيساهموا لنجاح عمل هذا القطاع، ولكن اليوم وقت نحن بيكون عندنا اول سن دائما بيجي في برامج او خطط معينه بتضعها وزاره الصحه وبتقسمها على عمل المديريات وغيرها. اليوم نحن خلينا نحكي شوي عن هي البرامج وهي الخطط، قديش هي بتقدر فعلا انه تمشي بالعمل الصحي بشكل جيد او بشكل الامثال. طبعا نحن برامجنا هي مثل ما حكيت هي جزء منها هو برنامج اللقاح. عندنا برامج كثيره ببرامج الصحه، عندنا اللقاح، عندنا برنامج ترصد تغذوي، في عندنا الصحه الانجابيه، في عندنا برنامج صحه المراهقين، مراكز الصحيه بالاضافه لصحه الفم والاسنان، عندنا كمان القرى الصحيه. كل هاي البرامج بيتم وضع خطه سنويه لتقديم هاي الخدمات للمجتمع. وطبعا نحن كرعايه صحيه بنعتني بالطفل حتى قبل ما يولد لحتى يصير كبير مسن يعني. فخلال مراحل حياته كلها بيتم تقديم خدمات ورعايه صحيه من قبل مراكزنا الصحيه المنتشره على ارض المحافظه وطبعا بالوطن بسوريا بشكل عام. دكتورة سهير، مو بس بدمشق وايضا في ريف دمشق في حملات على مدار السنه للتوعيه بالامراض والتوعيه وباللقاحات خاصه للاطفال. يعني دائما بنسمع عبر السيارات الجواله المرافق لها الكوادر الطبيه والممرضين كيف بينادوا باللقاح مشان كل الاطفال ياخذوا. خلينا نحكي عن هي الحاله وخاصه في الارياف، يمكن الانتشار نسبة الوعي أكثر بهذا الشيء. طبعا نحن كبرنامج لقاح بيتم تقديمه عبر المراكز الصحية والفرق الجوالي. الفرق الجوالي بتكون بالأماكن اللي ما فيها مراكز صحية أو البعيدة عن المراكز الصحية. بيتم تقديم خدمة اللقاح كلقاح روتيني اللي هو بنسميه لقاح الكرت. هذا بيبدأ من عمر يوم إلى عمر سنة ونص، بيتم تقديم خلاله لقاحات للأطفال حمايتهم من أمراض خطيرة على حياتهم. وطبعا هي اللقاحات بتتقدم للطفل خلال 6 زيارات. نعم. دكتورة خلينا نذكر شو هن ابرز اللقاحات. طبعا هلا عندنا لقاح السل وعندنا لقاح الشلل. العمر هذول نحن عم نحكي هلا عندنا مثل ما قلت لك 6 زيارات نحن من اول ما يولد الطفل لعمر سنه ونص. اول زياره بتكون منذ الولاده او خلال الاسبوع الاول. الزياره الثانيه بتكون بدايه الشهر الثالث. هي شو لقاح شو من الاسبوع الاول؟
اول الاسبوع الاول بنعطي السل والشلل الفموي وبنعطي كمان التهاب الكبد الجرعه الاولى. طبعا هي اللقاحات بتنعطى على جرعات وعلى مراحل. بدايه الشهر الثالث كمان بنعطي جرعات اضافيه اللي هي الشلل العضلي، كمان بنعطي الشلل العضلي وبنعطي اللقاح الحاوي على الرباعي. كمان بدايه الشهر الخامس كمان بنعطي كمان جرعه اضافيه من اللقاح الحاوي على الرباعي بالاضافه للقاح الكبد، وبنعطي كمان الشلل العضلي جرعة تانية. بداية الشهر السابع كمان هناك لقاحات كمان بنعطيها، وبالشهر بالعمر السنة وبالسنة ونص. هلا بالسنة ونص بيكون أخذ لقاحات الطفولة بشكل كامل. بالإضافة لهيك في عنا لقاحات المدرسية اللي هي بتتقدم بصف الأول وبصف السادس. هيك بيكون طفل أخذ لقاحاته اللي بتحميه من الأمراض الخطيرة اللي انعلق، اللي هي السل، التهاب الكبد، الشلل، الحصبة، الحصبة الألمانية، النكاف، الدفتيريا، كلهم هدول الأمراض، الكزاز، السعال الديكي، كل هاي الأمراض هي بتشكل خطر على صحة الطفل. حتى لو اجوا او انصابوا الاولاد بهي الامراض يمكن تيجي خفيفة. هلا نحن ما حسب مناعة نحن الطفل لما ياخذ هذا البرنامج بيكون محمي من هي الامراض. هلا مثلا الطفل بيكون عنده مناعة خلال اول 6 أشهر من الإصابة بالحصبة. فنحن الحصبة بيدخل بعمر، هلا نحن السنة هو بعمر السنة وبالسنة ونص. بس من وقت صار في عندنا وباء بسوريا، وباء حصبة، تم إدخال جرعة بعمر 7 شهور للأطفال لحمايتهم من الحصبة، لأن كان عم تتسجل عندنا حالات بعمر أقل من سنة، يعني قبل ما يصير وقت اللقاح كان عم تصير إصابات للأطفال. هلا استاذة مستمرة؟ هلا حاليا إن شاء الله خلال هذا العام رح يتم إيقاف هي الجرعة بعمر 7 شهور، وبيضل عندنا جرعة السنة والسنة ونص. بعمر 7 شهور هي يمكن بالحاوي ما لا هي لقاح حسبة لحاله مع فيتامين ألف 100,000 وحدة. نعم، يعني اليوم نحن مثل ما ذكرت لي فعلا بتتميز سوريا عن باقي عن الكثير من الدول بموضوع اللقاح اللي هو طبعا مجاني، يقدم بالمستوصفات فينا نقول طبعاً والمراكز الطبية والصحية لكل الأشخاص لكل الأطفال. كمان دائما عم يكون في حملات شلل الاطفال زياده، هي عم تنعمل داعمه، خبرينا عن هي الحملات واهميتها بالنسبه للاطفال، وخصوصا انه هي بتستهدف من عمر يوم لعمر 5 سنين. تمام، هلا نحن مثل ما ذكرنا انه هي اللقاحات الروتينيه اللي عم نعطيها للطفل على الكرت او بنسميها لقاحات الكرت، هي بتعطي مناعه مثل ما حكينا لهي الامراض، اما نحن الحملات بنساويها لتعزيز صحه الاطفال ضد الشلل حتى نضل محافظين على استئصال شلل الاطفال من سوريا. بقى نحن هدفنا دائما من الاطفال من عمر يوم ل5 سنوات، لانه هن الفئه المستهدفه اكثر شيء بالاصابه بهذا المرض. عشان هيك بنركز عليهم، ومثل ما قلت لك نحن كاريف دمشق عندنا 149 مركز صحي بيقدموا خدمه اللقاح، هدول اللي داخل الخدمه هلا حاليا، بالاضافه للفرق الجوال مثل ما قلت لكم بتكون بالمناطق البعيده او اللي ما فيها مراكز صحيه، عشان نخفف العبء على الام، بنكون نحن بنروح لعندهم لحتى نقدم لهم خدمه اللقاح لحمايه هدول الاطفال من الامراض. وطبعا مثل ما ذكرتي حضرتك هن اللقاحات هي امنه عندنا بسوريا وكمان مجانيه، يعني ما بنطلب من الام مقابل اللقاح، بالاضافه انه ما بنطلب اي وثيقه لحتى نلقح الطفل، يعني كمان هي الشغله كثير بتسهل انه الاطفال ياخذوا الخدمه وبدون اي اجراءات ممكن تاثر على اعطاء الخدمه. نعم، يعني ما بنطلب لا دفتر عائله ولا بطاقه، مجرد كرت اللي معهم الكرت، وحتى اذا كان ضايع الكرت كمان ممكن نحن نطالع لهم كرت جديد، لانه في عندنا سجلات بالمراكز الصحيه بيسجل فيها الطفل وامتى اجى زارنا وشو اللقاحات اللي اخذها، كلها موثقه بشكل جيد، بالاضافه انه اللقاحات مثل ما قلت لكم هي كثير امنه عندنا بمراكزنا الصحيه لانه بيتم مراقبتها يوميا. يعني عندنا الممرضه مدربه على البرنامج ويوميا بتتم مراقبه درجه حراره البراد. حراره البراد لازم تكون بين 2 و8، وطبعا في عندنا برادات مخصصه لحفظ اللقاح وبتتم مراقبتها يوميا. لا يعني يمكن بيصير دائما بين الامهات احاديث عن موضوع اللقاح وانه رح ينعطوه بمستوصف او رح تعطوه عن طبيب او غيره، دائما بيجي الكل صدقا بيقولوا بيسمعهم انه لا المستوصف احسن لانه بيكون جديد، لانه بتكون العلبه اكيد مفتوحه فقط لهذا الطفل، بتنفتح بلحظتها وبتنكب بلحظتها، كمان هذا الشيء يعني عليه بيعطي شيء من الرياحه للاهل. طبعا نحن حتى اللقاح ما بينحل الا لحتى قدام الام بينحل اللقاح، ومباشره بياخذ الطفل اللقاح، بنهايه الجلسه بيتم اتلاف كل شيء زاد عنا لقاحات، يعني ما بيتم استخدامها مره ثانيه. فهي الشغله كثير هامه عندنا بمراكزنا الصحيه، وهي التعليمه دائما موجوده عندنا لكل المراكز الصحيه، يعني هل ما بنخلي العبوه المحلوله لمره ثانيه، لا دغري بنهايه الجلسه بيتم التخلص منها. نعم دكتوره سهير، برامج اللقاحات كيف بيتم تقديمها الى
الطبيب او الى المشافي الخاصه او بشكل خاص غير القطاع العام؟ هلا نحن يعني كقطاع عام هن مراكزنا الصحيه مثل ما حكينا هن بيقدموا الخدمات، ولكن هناك في اطباء خاصين ممكن انه عن طريق وزاره الصحه، عن طريق وزاره الصحه بياخذوا لقاحاتهم وبيلقحوا. بس مثل ما قلت لكم لقاحاتنا يعني بالمراكز الصحيه هي اضمن مثل ما حكيت. تعقيبا على على الحكي اللي قالته انه دائما نحن بنفضل نروح على القطاع العام والمراكز الصحيه العامه، ولكن في مخاوف بس بالتخزين بالحفظ عند القطاع الخاص؟ هلا انا ما بقول لك يعني في شروط محدده، هلا هي شروط يعني مفروض انه كل طبيب يلتزم فيها، بس نحن مثل ما قلت لكم لقاحاتنا بمراكزنا الصحيه مراقبه اكثر، يعني لانه في موظف مسؤول عنا يوميا بيتم مراقبتها، وفي عندنا شيء اسمه مشعر الفي في ام، هذا بيكون هو بيدلنا على وضع اللقاح انه فعال ولا لا. نعم يعني هذا كله بيتم مراقبته بشكل يومي. وبس في بعض الاهالي يعني هي بدي نوه عليها كثير خلال حلقتنا هلا اليوم، انه في اهالي انه بيخافوا انه يعطوا الطفل اللقاح عشان ما ترتفع حرارته. هلا في بعض اللقاحات بتعمل تاثير جانبي خفيف اللي هو ارتفاع الحراره، بس هذا مو يعني ما لازم انه ما تعطي اللقاح عشان الحراره. بالعكس نعطي الطفل اللقاح وبتعطي الطفل سيتامول أو لمدة يومين بتروح الحرارة، بقى تأثيره الجانبي هو ارتفاع حرارة بسيط وبيروح خلال يومين. بقى هذا مو مبرر أنه ما تعطي الطفل اللقاح، بالعكس نحن لازم نعطيه اللقاحات لحتى نحافظ على صحته ونحميه من هاي الأمراض ومناعته طبعا. أما التأثيرات يعني في عندنا مضادات استطبابة، يعني أنت ما بنعطي اللقاح للطفل إذا كان الطفل فعلا مريض عنده حرارة أكثر من 38.5 أو تحسس من جرعات لقاح معينه ما بنعود نكرر له اياها، او في التهاب بجسمه يمكن. هلا اذا كان في ارتفاع حراره هي بدنا انه في مرض، يعني انه في مرض هلا حاليا وحرارته اكثر من 38.5، او انه تحسس من جرعه معينه ما بنعود نعطي، مثلا تحسس على الحصبه ما بنعود نعطي الحصبه. يعني هي نحن دائما بنسال الام انه تحسس المره الماضيه وقت اخذ اللقاح ولا لا، لحتى نشوف انه في شيء تاثيرات صارت عند الطفل او لا. طبعا هي تاثيرات كمان نسبتها كثير قليله. الشغله الثانيه هي انه الطفل مثلا عم ياخذ كورتيزون فتره طويله، بعض الامراض بنعطي الاطفال كورتيزون لمدة أكثر من 15 يوم، بهي الحالة ما بنعطي الطفل حتى استشارة الطبيب بأنه مثلا أنه خلاص بهالفترة بعد ما خلص علاجه ممكن أنه نعطيه. الشغلة الثانية إذا كان عم ياخذ مثبطات مناعة أو أدوية لمعالجة السرطان، كمان بهي الحالة بنستنى لحتى استشارة الطبيب بأنه خلص ما في مشكلة بيتلقح، طبعا طبيب الأطفال أو الطبيب المعالج له، بهي الفترة بنرجع بنلقح. يعني هدول هن بس مضادات الاستطباب، أما الرشح البسيط أو إذا عم ياخذ دواء التهاب مضاد التهاب يعني مضاد حيوي ما في مشكله بياخذ لقاح الطفل. في احيانا بعض العالم بتتسرب مثل ما ذكرتي حضرتك عن اللقاحات وخصوصا بمناطق الارياف، وبيتم التاخر عن الوقت الصحيح لاخذ هذا اللقاح اللي هو محددين ضمن الدفتر 6 شهور أو 7 شهور مثلا سنه. بهي الحاله كيف الواحد بيتصرف؟ هل هو اللقاح بيكون راحت الفائده منه وما بقى يستفيد منه الطفل لحتى ياخذه، او لا باي عمر بيقدر يرجع ياخذه؟ هلا نحن الطفل امتى ما رجع على المركز بنكمل له لقاحاته بشكل روتيني حسب بطاقة الطفل، يعني ما في مشكلة إذا حتى لو تأخر، بس نحن الأفضل بنأكد على الأم إنه تلتزم بالمواعيد اللي بتكتبها الممرضة على بطاقة اللقاح، وهي البطاقة لازم تضل وثيقة عندها لحتى تعرف هي إمتى موعد اللقاح، ولحتى تعرف طفلها شو أخذ لقاحات، فهي الوثيقة لازم تحتفظ فيها هي عندها وتلتزم بالمواعيد اللي بيتم ذكرها، أما ما بتخف المناعة بس الأفضل يكون بموعده. نعم دكتوره سهر، خلينا نحكي كيف نحن بنتعاون مع منظمه الصحه العالميه ونضل ابديت لكل اللقاحات يلي عم تصير عالميا ونحصل عليها بسوريا، وخاصه يمكن مرقنا بسنوات صعبه وكان علينا كثير من العقوبات الاقتصاديه وايضا الطبيه. خلينا نحكي كيف نحن عوضنا هذا الشيء وكيف نحن بنضل دائما على درايه باي لقاحات جديدة نازلة عالميا. طبعا احنا برنامج اللقاح بسوريا هو من اقوى البرامج يعني، صح، ووزارة الصحة مشكورة عم تأمن دائما اللقاحات للأطفال، والحمد لله ما صار انقطاعات أبدا. ونحن أي شيء جديد عم نطلع عليه وعم يصير تدريب للعناصر بشكل مباشر، يعني لما يصير في معلومات جديدة دائما من خلال تدريب العناصر عم ننقل لهم هي المعلومات. تمام. احنا أخذنا وقت كثير على اللقاح، هو أحد البرامج مثل ما قلت لكم وهو فعلا من أقوى البرامج عندنا بالصحة، بس هناك في عندنا كمان برامج ثانية. نحكي عن بعض البرامج الأخرى، تفضلي. كثير هامة
عندنا لصحة الطفل مثل ما حكينا اللي هو برنامج الترصد التغذوي، هذا بيركز على صحة الأطفال من العمر كمان يوم لخمس سنوات، بيتم أخذ وزن الطفل وطوله ومراقبة نموه، في مخططات نمو للطفل بتبيننا أنه عم ينمو بشكل جيد ولا لا. طبعا هذا البرنامج كمان بيتم من خلال كادر مدرب، بالإضافة لهيك أنه بيعطوهم استشارة للأم أنه على أهمية الإرضاع الوالدي، كثير بنركز على الإرضاع الوالدي لأنه هو فعلا بيساعد على نمو جيد للطفل، بيعطيه المناعة طبعا. بالإضافة لعنا استشارة التغذية التكميلية، يعني الطفل شو بده ياخد بعد ست شهور. نحن أول ست شهور هو إرضاع حصري، ولازم هي أنه السيدة دائما تلتزم بالتعليمات اللي بتوجهها فيها الممرضة، لأنه إعطاء الحليب الصافي الخالص يعني خلال أول ست شهور هو اللي بيساعد على نمو الطفل بشكل جيد. يعني ما لازم تعطيه لا مي، حتى مي ما في داعي، لأنه تركيب الحليب هو فيه مكونات كافية بتناسب الطفل وعمره. يعني ما في داعي خلال أول ست شهور الأولى من عمره حليب فقط، ما بنعطيه أي إضافات تانية. بعد ست شهور هون بيصير في عنا شيء اسمه التغذية التكميلية، منضيف الطعام للطفل بالإضافة للإرضاع الوالدي لتلبية حاجاته ونموه. طبعا كمان هدول عنا الممرضات مدربات كيف أنه بدنا نعطي الطفل التغذية كم وجبة، بيتم شرح هذا كله للأم. هذا برنامج لحاله، هذا برنامج لحاله طبعاً. بالإضافة عندنا كمان مثل ما قلت لكم برنامج الصحة الإنجابية، كمان هو عدة أمور بيتم خلال برنامج الصحة الإنجابية، تقديم خدمات تنظيم الأسرة، رعاية الحامل، الكشف المبكر عن سرطان الثدي أو سرطان عنق الرحم، بالإضافة إلى تقديم المعالجات الخاصة بالسيدة وحملات التوعية. يمكن طبعا هي حملات كبيرة الإنجاب وخاصة بالأرياف، يمكن خلينا نركز عن هي النقطة. كل سيدة عم تحضرنا يمكن الأعداد الكبيرة من الأطفال، نحن كيف منخليها تكون أكثر وعي والحد من الإنجاب بطريقة كثير كبيرة؟ مثل ما قلت لك نحن في عنا برنامج خاص اللي هو تنظيم الأسرة، ونحن حتى بمراكزنا الصحية في برنامج كمان للتثقيف الصحي، هو كمان من البرامج الهامة عنا في الرعاية الصحية. التثقيف الصحي بيركز كثير على المواضيع اللي بتهم صحة المجتمع، يعني بمجتمع معين شو في عنا مشاكل بنركز عليها، مثلا في منطقة فيها انتشار مثلا مرض معين بنركز تثقيف على هذا الموضوع. بالإضافة للشغلات العامة اللي بنحكي عنها، أهمية اللقاحات، أهمية التغذية، أهمية الإرضاع الطبيعي بالنسبة لتنظيم الأسرة، كمان هذا من خلال محاضرات تثقيفية بيتم إلقاها بالمركز الصحي للسيدات المراجعين. يعني اليوم دائما في برامج صحية يمكن بيشتغلوها بحسب الوقت الراهن أو بحسب شو بيصير في طارق، كيف بتتابعوا انتو كمديرية صحة عامة بريف دمشق كل الأحداث يلي بتكون بكل المحافظات؟ هلا طبعا احنا كمديرية صحة ريف دمشق طبعا حسب سياسة وزارة الصحة بنحط خططنا، ونفس البرامج اللي بنشتغل عليها هي موجودة ان كان بالمدينة ولا بالريف. طبعا الريف له خصوصية احيانا ببعض الامور اللي مثل ما قلت لكم في منطقة معينة ممكن ينتشر فيها مرض معين مثلا بنركز عليه أكثر، ممكن أنه يكون في حاجة لتوعية بموضوع معين بنركز عليه. هلأ في عنا كمان برنامج نحن بريف دمشق هو القرى الصحية عم يتم من خلاله تقديم برنامج اسمه خدمة رعاية الوليد في المنزل. بيتم تقديم هذا البرنامج من خلال متطوعات من المجتمع، بيتم تدريبهم على أهمية يعني زيارة السيدة الحامل للمراكز الصحية وكيف أنه لازم تعتني بطفلة، كل هاي المعلومات تدرب عليها المتطوعة من المجتمع المحلي، وبتم هي بتقوم بزيارات منزلية للسيدات بالقرى الصحية طبعا، تأمين البيئة المناسبة وطبعا أنه تكون ولادة بمكان آمن لحتى حفاظا على صحة الأم وصحة الطفل. نعم دكتورة سهير، نحن كتير بدنا نتشكرك وبدنا نتشكر كل الكوادر الطبية بسوريا من ممرضات من قابلات من أطباء وكل حدا يعني سهران وعم يتعب من أجل حماية وصحة كل السوريين. وبالختام بدنا نقول الله يحمي الكل والله يقوي كل الكوادر الطبية يلي بهذا الوقت يعني بدنا نقول لهم غير أنه الله يعطيكم ألف عافية والله يقويكم. نتشكرك كثير وأهلا وسهلا فيك معك. شكرا لكم كثير ونتمنى الصحة للجميع والله يعطيكم ألف عافية. شكرا كثير لك، ويوم الصحة العالمي هو يوم يمكن لازم يخلينا نكون كتير على دراية ليا بأهمية الحفاظ على صحتنا والاهتمام بصحتنا. شكرا كتير لك. شكرا دكتورة.